اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية منى الكرد إحدى سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويواجه نحو 1250 فلسطينيا من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة خطر التهجير القسري والتطهير العرقي والاحتلال بعد صدور قرارات تفضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين بحسب تقديرات غير رسمية. نهاد حجازي مراسلة المملكة تنضم إلينا الآن من رام الله. نهاد أهلا بك، تداعيات ما يحدث الآن اعتقال منى الكرد مؤخرا وأيضا حملة الاعتقالات التي ما زالت مستمرة في حي الشيخ جراح، كيف تبدو الأوضاع نهاد؟ نعم عبد الله، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل منى الكرد في حي الشيخ جراح برفقة المخابرات الإسرائيلية واعتقلتها وسلمت طبعا أهلها استدعاء لمحمد شقيقها، وخاصة أنه كان غير موجود في المنزل، وطلبوا من أهله أن يتصلوا به بالتأكيد عليه للحضور وتسليم نفسه للمخابرات الإسرائيلية. طبعا هذا الاعتقال هو اعتقال دون سبب، ولكن لمجرد أن الأصوات تعلو من حي الشيخ جراح يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إسكات هذه الأصوات. ننوه طبعا بأن منى الكرد أولا هي ناشطة مقدسية تسكن في حي الشيخ جراح بالتحديد في كرم الجعوني المهدد إخلاؤه كامل من سكانه الفلسطينيين، كذلك هي صحفية، يعني إذا يعني هنالك محاولة لإسكاتها لأنها ناشطة وصحفية وكذلك من سكان الحي. شهدنا عبد الله بأن هنالك حملة شرسة على كل الصحفيين وعلى كل الناشطين وعلى كل من يحاول التضامن مع أهالي حي الشيخ جراح من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإبعاد الأنظار عن حي الشيخ جراح ومحاولة لإسكات الأصوات التي تعلو ضد الاحتلال الذي ينوي تهجير أهالي حي الشيخ جراح بشكل كامل، وما يقول عنه الفلسطينيون بأنها نكبة جديدة. اليوم منى الكرد وشقيقها قد نشهد في الأيام القادمة يعني أشخاص آخرين ممن يعني ينقلون الصورة من داخل حي الشيخ جراح، خاصة بأن الحي الآن محاصر ويمنع أي أحد من دخوله غير سكان الحي. حتى حملة البطاقة الصحفية غير الإسرائيلية لا يسمح لهم بالاقتراب من المكان، وبالأمس تم اعتقال الزميلة جبارة البديري أيضا والاعتداء عليها وكسر يدها. إذن هذه هي حملة ضد كل من يحاول الاقتراب من حي الشيخ جراح وإظهار الحقيقة للواقع. طيب الآن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع تحديدا الصحفيين ومن يقوم بتغطية هذه الأحداث وتغطية ما يحدث في حي الشيخ جراح بشكل هجومي مباشر. نهاد شهدنا حادثة أمس واليوم أيضا الاقتحام واعتقال منى الكرد وشقيقها أيضا كان معتقل قبل شهر والآن يتم البحث عنه. الآن ما يجري داخل حي الشيخ جراح، هل يستطيع أحد نقله مباشرة والمنطقة محاصرة والحي محاصر؟ كيف تبدو الأوضاع داخل الحي؟ الأهالي كيف يتعاطون فيما بعضهم ما بين بعضهم البعض، وهل يستطيعون الخروج والدخول؟ اشرحينا أكثر عن حي الشيخ جراح الآن كيف يعيش نهاد. الآن هنالك عربدة من قبل المستوطنين عبد الله على سكان الحي في محاولة لإرهابهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الصورة إلى الخارج، خاصة أن قبل قليل منع معظم الصحفيين من الوصول إلى الحي، وكما قلت في البداية غير حملة بطاقة الصحافة الإسرائيلية لا يسمح لهم بالدخول، وطبعا من يحملون البطاقة الصحفية الإسرائيلية هم أقلية، خاصة أن الاحتلال بصعوبة يعني يعطيها للمقدسيين أو للصحفيين الفلسطينيين. وقبل قليل كان هنالك دعوة من أهالي الحي للمؤتمر الذي سيعقد في الحي مساء اليوم لنقل الصورة واضحة، لكن أيضا حتى والد منى الكرد قبل قليل تحدثت إليه وأكد لي بأن هنالك اعتداء من قبل المستوطنين، الخاص
ليس من قوات الشرطة وقوات الجيش، الخوف الأكبر من المستوطنين المسلحين الذين يستفزون الآن، يعني قبل قليل كانوا يستفزون سكان منزل منى ومحيطهم ممن يتضامنون معهم ويحاولون ترهيبهم وتخويفهم بالسلاح الذي يحملونه. وقبل قليل أيضا كان هنالك توجه من معظم أهالي الحي و أهل منى لشارع صلاح الدين المحتجزة طبعا في مقفره في مقفر شارع صلاح الدين منى الكردي، هنالك مطالبة للوقوف إلى جانبها والتضامن معها في محاولة لنقل الصورة كما هي دون تشويه ودون أن تكون يعني مشوشة كما يحاول الاحتلال أن يعني يقوم بذلك. وبالأمس أيضا أريد أن أنوه بأن الاحتلال حاول كسر كل كاميرا تنقل الصورة لما يدور بحي الشيخ جراح ومن ضمنها كاميرات أيضا زملاء صحفيين. نعم. يبدو بأن الاحتلال يحاول تغطية على جرائمه الآن بإبعاد الصحافة والصحفيين عن نقل الصورة لما يحدث في حي الشيخ جراح، ولكن أيضا ليس فقط حي الشيخ جراح نهاد، هناك سلوان ومناطق أخرى أيضا تتعرض لانتهاكات وتصرفات من قبل شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي. بشكل عام باقي الأوضاع في الأراضي المحتلة كيف يبدو نهاد؟ نعم، أولا دعنا نؤكد عبد الله بأن معظم الأحياء المقدسية هي أحياء مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهنالك هجمة شرسة في محاولة لإخلاءها، من ضمنها كما كانت هنالك محكمة الأسبوع الماضي لبطن الهوس في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المهدد جميعه بالإخلاء. الاحتلال يوميا تقريبا يقوم بحملة اعتقالات في المدينة المقدسة في البلدة القديمة التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك، يستهدف الأسرى المحررين، يستهدف حراس المسجد الأقصى المبارك، أيضا يستهدف الشبان صغار العمر الذين يحاولون يعني أن يكونوا دائما موجودين في حول المسجد الأقصى المبارك، أيضا المتضامنين الذين يقفون إلى جانب أهالي حي سلوان وحي الشيخ جراح. أيضا تم اقتحام بالأمس تم اقتحام الخيمة الموجودة في حي بطن الهوى داخل سلوان وإلقاء قنابل الغاز على المتواجدين. نعم، هنالك محاولة واضحة لضبط الأوضاع في مدينة القدس من قبل الاحتلال يعني خوف أن يتم التصعيد. نعم نهاد. يعني نعم. أعتذر منك لضيق الوقت، سننتقل إلى تفاصيل أخرى وأيضا إلى تسليم النشرة الاقتصادية وإغلاق تداولات بورصة عمان. شكرا لك نهاد حجازي مراسلة المملكة، كنت معنا من رام الله.